guys, ternyata warga Palestina banyak yang cinta sama Indonesia. Hey yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Kali ini aku mau mereaction video sosial eksperimen bakar bendera Indonesia dapat uang 1 juta rupiah. Video ini dibuat oleh Abdillah Onim Daily. Kalau nggak salah dia itu orang Palestina ya guys. Dia akan memberikan beberapa pertanyaan kepada warga Palestina dan dia akan memberikan bendera merah putih kepada mereka. Apakah mereka mau membakar bendera Indonesia? Jika mereka mau membakarnya, mereka akan mendapatkan uang 1 juta rupiah. Bagaimanakah reaksi warga Palestina? Apakah mereka mau membakar bendera Indonesia? Mari kita saksikan video ini bersama-sama. Namun sebelum kita memulai videonya, alangkah baiknya buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channelnya Abdillah Onim Daily. Oke guys, langsung saja kita mulai videonya. الشعب الفلسطيني حبا كبيرا لدولة اندونيسيا فهو على يقين بحجم التعاطف والدعم الرسمي والشعبي للقضية الفلسطينية هيا لنرى ماذا تمثل اندونيسيا للشعب الفلسطيني شو اكبر مستشفى موجود في شمال قطاع غزة ومين اللي انشأ ودعمه والله اكبر مستشفى موجود في قطاع غزة هو المستشفى الاندونيسي هذا العلم علم دولة دولة ايش دولة اندونيسيا اكيد اذا ممكن تسكين العلم اول شيء هذه قداحة مسكين ايدك وهي 100 دولار هذه 100 دولار مقابل انك انت تحرق العلم الاندونيسي انك انت تحرق العلم الاندونيسي ممكن تديني 100 دولار تفضل الان انا مستعد احرق ال 100 دولار الامريكي ما احرقش علم الدوله الاسلاميه ما شاء الله سبحان الله سبحان الله الدوله الاسلاميه دي في بينها وبيننا توأم توأم اسلاميه ما بين القدس وما بين اندونيسيا تأكد تماما الدولة الإسلامية هذه لا يمكن أن نكون واقفين جنبها ومعها في كل أزماتها حتى في عيد استقلالها. تمام. ما شاء الله. أمريكي ترجع قداحة ترجع والعلم هذا رح نحطه بجانب العلم الفلسطيني عشان نقول فلسطين وأندونيسيا ما شاء الله إسلامية واحدة. بارك الله فيك. الآن في عيد استقلال أندونيسيا الـ75 شو بتتمنى لأندونيسيا؟ الرخاء والاستقرار ونتمنى للشعب الأندونيسي الخير آمين تفضل نسألك تعرف معلومات عن أكبر دولة إسلامية في عدد مسلمين؟ أندونيسيا أكبر دولة في العالم عدد سكان موجود في أندونيسيا الآن نفرجيك علم تعرف إن علم دولة إيش؟ أندونيسيا هذا علم دولة أندونيسيا صحيح امسك هذا العلم بدنا نعطيك أول شيء قداحة تفضل ومقابل 100 دولار تحرق لنا العلم الإندونيسي والله لو تجيب كنوز الدنيا دولة إسلامية قلبا وقالبا مع الشعب الفلسطيني يعني مش صح اللي أنت كمان بتسوينا تعمل لقانا أحرق علم دولة إسلامية مش صح اللي أنت كمان بتسوينا تعمل لقانا أحرق علم دولة إسلامية بارك الله فيك كان اختبار نشوف مدى تعاطف الشعب الفلسطيني مع الشعب الاندونيسي الشعب الاندونيسي كان تحت احتلال كما الشعب الفلسطيني تحت احتلال في ذكرى استقلالهم الـ75 شو بتتمنى لدولة اندونيسيا ان شاء الله بيظهروا وبنعموا بالامان اكثر واكثر لقدام ان شاء الله امين يا الله امين ما شاء الله الان اندونيسيا كانت واقعة تحت الاحتلال بتعرف كم يعني متى تحررت من هذا الاحتلال والله تقريبا يعني امتى تحررت انا ما بعرف بس هي كان في عندها يعني استعمار عدد من المستعمرين وهي كافحت وناضلت لحد ما تحررت واحنا كشعب فلسطيني احنا بنوقف مع الشعوب اللي بتسعى لانها تتحرر من الاستعمار باي نوع من انواع الاستعمار لانه احنا شعب فلسطيني مجاذبين وان شاء الله بنتحرر كمان زيهم تمام الان هذا علم دوله بتعرف علم دوله ايش علم اندونيسيا علم اندونيسيا بنحيي علم اندونيسيا ان شاء الله بنعلقه على اسوار القدس مع علم فلسطين ان شاء الله بنعلقه على اسوار القدس مع علم فلسطين saya sampai merinding guys ya Allah
طيب خالتي، اول شيء هي في ايدك الداحه، وبدنا نعطيك مقابل انك تحرقي العالم الاندونيسي من الدور. لا مش 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 ممكن، بس مش على واحد انا بحبه، هو عالم اسرائيل، بس على واحد انا بحبه، هو عالم اسرائيل فقط، ولا 100 دولار ولا مليون دولار بحرق هذا العالم، هذه هذه دوله مسلمه، كيف انا احرق عالمها؟ الان في عيد استقلالهم من 75، شو بتتمني لاندونيسيا؟ نقول لهم بنبارك لهم استقلالهم، وان شاء الله بيكون عندهم تطور، بيكون في عندهم لا دائما للافضل، يعيشوا بحياه افضل وبرفاهيه، وان شاء الله كل الدول تتحرر، وخاصه اكبر مستشفى في شمال قطاع غزه، ايش اسم هذا المستشفى؟ مستشفى الاندونيسي شمال القطاع. تعرف ليش تسمى ليش سموه المستشفى الاندونيسي؟ عشان دوله الاندونيسيا هي اللي دعمته. اها، الدعم الاندونيسي لقطاع غزه توقف عند المستشفى الاندونيسي، ولا تعرف انهم يعني في لهم دعم اخر؟ طبعا لهم دعم اخر، قدموا مساعدات طبعا اللي هو للايتام طبعا، ومساعدات خيريه للشعب الفلسطيني. طب نسالكم عن علم، علم اي دوله هذا؟ علم اندونيسيا. بتوثقي هذا الاجابه؟ طبعا اكيد بوثقها. طيب هي علم لك وهي علم لها. الان هي قداحه معاكم، وهي مقابل انكم تحرقوا العلم بندي 100 دولار لكم، بتقبلي تحرقي هذا العلم؟ لا. ليش؟ لأن اندونيسيا دولة مسلمة، اندونيسيا دولة مسلمة، ليش نحرق علم؟ ودعمت غزة، ليش نحرقها؟ طبعا لا، لأن اندونيسيا طبعا دولة مسلمة ودعمت فلسطين وساعدتهم وقدمت لهم كثير أشياء طبعا للشعب الفلسطيني، بالذات اللي هو ساعدوا قدمت مساعدات خيرية وأشياء تانية، ومستشفى الاندونيسي هنا عنا في إلهم، وبنحب يعني نقدم لهم كل الشكر لهم على جهودهم معنا. شو بتتمنى لاندونيسيا من شعبها؟ طبعا بتمنى لها بردك الخير، وطبعا بتمنى لها ان شاء الله تتطور اكثر، يبعد عنهم الامراض، يبعد عنهم الاعداء، ويبعد عنهم كورونا ولاجئين. اندونيسيا جوكا اكبر مستشفى موجود في شمال قطاع غزه تبع اندونيسيا، اللي عملته للشعب الفلسطيني، عملته اندونيسيا للشعب الفلسطيني. نعم. طيب الان هذا العلم، تعرف علم دوله مين؟ على دولة اندونيسيا الشقيقة للشعب الفلسطيني. الآن لو أديناك هذا العلم، تفضل امسكه، وأديناك معاه هذا 100 دولار، وقلنا لك مقابل أنك تأخذ هذا 100 دولار احرق العلم الاندونيسي. احرق العلم الاندونيسي. بعرفه طرقا باتا. يعني في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب، يعني تكون ال 100 دولار شيء مناسب لإنسان مقابل أنه يعمل هيك. دولة صديقة أغلى من ال 100 دولار، أغلى من ال 100 دولار. يا الله يا الله يا الله. طب الآن أندونيسيا لها 75 سنة محررة من الاحتلال، في عيد الاستقلال الأندونيسي شو توصل رسالة لأندونيسيا وشو بتتمنى؟ بتمنى أن الله يوفقهم ويزدهر الخير والرخاء معهم، وأنه دائما يدعو مع الشعوب المظلومة كشعب الفلسطيني. Ternyata warga Palestina banyak yang cinta sama Indonesia. Mereka nggak mau membakar bendera Indonesia, dan dia memilih untuk membakar uang 1 juta daripada bendera Indonesia. Palestina cinta Indonesia, Indonesia juga cinta Palestina. Masya Allah. Jujur, aku nggak bisa menahan air mata ini, guys. Gak terasa air mata menetes dengan sendirinya. Semoga eksperimen yang diberikan Abdillah, siapa ini namanya, Abdillah Anim Daily, bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe channelnya Abdillah Anim Daily, dan juga buat kalian yang belum subscribe Armael channel, kalian bisa subscribe terlebih dahulu di bawah ini. Mungkin sekian video kali ini ya guys. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.